السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي. النهاردة بنستكمل مع بعض التشطيبات المكنة. هناخد مع بعض النهاردة نتعلم ازاي نقفل الرقبة، نعمل تنظيف للرقبة مع فتحة للأمام. وأنا بعمل لكم الفيديو ده ليه دلوقتي؟ لأني أنا امبارح عملته في العباية، فحباكم تشوفوه. العباية كان اللون أسود فيها مش باين، فالنهاردة هنعمل في لون فاتح شوية علشان يبان أكتر ليكم. انا هجيب البطانه اللي قصيتها صوره طبق الاصل من الشكل اهو، صوره طبق الاصل كده. الكلام دوت انا عملته امبارح في العبايه، بس كان بالاسود وما كانش باين. وعملت لكم العبايه على الرقبه على مرحلتين علشان الجماعه المبتدئين نمشي معاهم واحده واحده. النهارده في ده مش هنعمل بقى على مرحلتين، هنعمل ايه؟ هنجيب الرقبه كده وهنمشي بالواحد سنتي اللي احنا متعودين عليه اللي احنا بنقصه. طبعا قبل ما ابدا في الرقبه اصلا لازم، طالما انا هعمل فتحه هنا في الجسم، هجيب اهو هعمل فتحه هنا في الجسم، لازم اكون جايبه الخلف ده مع الامام وكاويه، يعني عامله منتصف كده وكاويه، كاويه المنتصف كده بالشكل دوت بالمكنه بالمكوه. فانا كويته مثلا، او لو ان القماش قطن مثلا زي اللي انا بعمله دوت، عملته بالمقص تانيته ورحت عاملاه اخده زي يعني حزي كده بالمقص. لو انت مش شايفاه انا بعلمهولك اهو كده. هاجي هنا همشي مع الدايره اهو كده بالشكل دوت واحد سنتي، وهاجي عند الخط اللي انا اخداه، العلامه الخط دوت اللي انا اخداه، قبل الخط دوت بحوالي غرزتين بسقط الابره، بسقط الابره بحوالي غرزتين وممكن غرزه واحده كمان على حسب انت عايزه الفتحه ديت واسعه شويه ولا ضيقه. هوريها لك دلوقتي. لو انا اخدت كده غرزتين اهوت، هرفع الدواس، هسقط المكن، هسقط الابره، همشي جنب الخط اللي انا كاوياه اللي هو باين عندي ده، همشي كده كده لحد الطول المطلوب اللي انا محتاجاه. وصلت للطول المطلوب بروح رافعه المكنه كده بالشكل ده، برفع كده كده بالشكل دوت اهو. بعد ما رفعت انا ماسكه كده مثبته، هروح اخده غرزتين بايدي، ادي واحد ادي اتنين، وهرفع الدواس وهرفع المكنه وهبدا اقفل المستطيل اللي انا اخدته دوت جنب. زي ما عملت الناحيه الاولانيه هعمل في الثانيه. هنتبه البدايه هنا، بدايه الغرزه اللي انا عملتها هنا في الاولى دي لازم الغرزه توصل لحد عندها كده فوق بايدي لو انا مش متمكنه منها. وسقطت الابره، هرفع المكنه كده دواس، هرفع الدواس، وبعدين هاخد الواحد سنتي بتاعي اللي انا متعوده عليه ده. شكلها ده الشكل. في الفيديو بتاع العبايه انا عملت لكم على مرحلتين، قفلت ده كله عشان خاطر المبتدئات، وبعدين عملنا ديت بشكل هتشوفوها في الفيديو. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مدام امل هفتح الجزء دوت اللي انا اخدته، المساحه دي ممكن تزيد وممكن تقل، ماشي؟ على حسب انت ما محتاجاها. هجيب كده بالشكل دوت وهشق الحد قبل الاخر، وهعمل سنه شمال وهعمل سنه يمين كده بالشكل ده. هنا في اللون واضحه وعاملها لكم الاسود عشان تبان زي ما احنا اتعودنا مع بعض. لازم هنا الشق علشان ده يرتاح، لازم دي تتشق كده بالشكل دوت علشان خاطر اعرف اعمل شغل مرتاح. انا لقيتها في العبايه مش باينه، فحبيت تكون هنا اوضح. هعمل ايه؟ هاجي في الاخيره دي اشيل بس كده بالشكل ده عشان اريح الجزء ده، اشيل هنا عشان اريح الجزء دوت، خلاص. طبعا انا نسيت اقول لحضراتكم ان انا بجيب وش البطانه في وش الجسم اهو، ده وش البطانه في وش الجسم، واضح؟ بعد ما عملت كده عايزه اقلب بقى الشغل ده، بروح حاطه صبعي كده من جوه كده زي ما انت شايفه، وبجيب طرف البطانه على الطرف ده كده وبعملها كده اهي، طلعت معاكي بمنتهى البساطه. بمجرد ان انت تعمليها بس بصبعك كده خلاص، هي مش محتاجه حتى دبوس تطلع بيه. هعمل كده وهروح حاطه كده. الجزء اللي انت بتعمليه هنا ده، اللي انت بتعمليه ده بيريحك هنا اهو، وانت بايديكي بالطرف كده بيطلع معاكي البوز. افرضي ما طلعش، هاتي دبوس واعملي كده بالشكل دوت علشان يكون قدامك بقى الجسم قدامك كده بالشكل دوت، يكون ده شكله. كل ما هتشقي مرتاح، شوفي هنا
دي محتاجه تتشقي كمان. شايفه دي لما تلاقي الجزئيه دي محتاجه تشقيها شقه كمان. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتروحي قلبه بس كده، وهوسع الشق ده بس شويه كده. ليه؟ علشان بس الزوايا دي ترتاح اهي. اول ما هقلب خلاص هلاقيها مرتاحت واتظبطت ومش محتاجه اي حاجه. هعملها كده، هعمل كده، ده بقى شكلها. هنا عندك لو انت بقى عايزه تخيطي الطرفين البطانه مع الجس، هعمل كده زي ما انا عملت في العبايه اهو. هعمل كده زي ما انا عملت في العبايه، وهاخد سن ابره بالشكل دوت. ايديكي تحت بتشد البطانه، واطرافك من فوق بتظبط الجسم من فوق اهو، عشان اعمل كده سن ابره الاثنين مع بعض. هنا بايديكي كده بتفتحي بحيث البطانه ما ترميش على الجسم ولا الجسم يرمي على البطانه، تكون مظبوطه. جيت للاخر هنا برفع الدواس كده بالشكل دوت، ايديا تحت البطانه اهو، مظبطه الاثنين على بعض، مفيش حاجه جايه على الثانيه اهو. ابدا اشتغل كده. هنا لما هاجي للجزئيه دي محتاجه اظبط بس كده بايديا كده، اظبط كده البطانه من تحت بشدها علشان ما تبقاش راميه على الجسم وما تبقاش باينه، مش عايزاها تبقى باينه اهو. هعمل كده لحد السنه المربع ديت اللي انا اخدتهم تحت الغرزتين، وسقط الابره، وهرجع ارفع تاني الابره كده بالشكل دوت. وهاخد هنا غرزتين في المربع اللي انا في الاصل كنت اخده الغرزتين، ادي غرزه وادي التانيه، وهبدا ارفع كده. هعمل كده بالشكل ده لحد الاخر بغرزه، بحرك العجله بايدي وبعمل كده بالشكل دوت. من تحت بشد البطانه عشان تتظبط اهي، شد البطانه من تحت كده داي عشان تتظبط. زودي الشقوق الشق بالمقص علشان تحسي ان الدايره معاكي مرتاحه. افتحي كده بايديكي اهو، افتحي كده بايدك، صبعك ده من تحت بيشد البطانه، اطرافك من فوق بتظبط الجسم من فوق، هيبقى في تعادل ما بين البطانه والجسم ده الشكل دوت كده اهو. ده كده تنظيف اخر من تنظيف الرقبه. لما تكويها هتلاقيها مظبوطه معاكي بالشكل ده. طيب يا مدام امل، الوسع ده اتفقنا عليه من الاساس واحنا بنعمل الخطين دول جنب بعض، يا اما ببعد الخياطه عن المنتصف بغرزه او اتنين، يا اما بقربها كده بالشكل ده. يبقى ممكن انت تعمليها تخليها قريبه كده بالشكل دوت من الاساس من البدايه، وممكن تعمليها عريضه كده شويه بالشكل دوت وتكون مفتوحه كده. عرفنا الخيارات؟ يبقى لو انا هعملها ضيقه هتبقى ضيقه كده، لو انا هعملها واسعه هتبقى واسعه بالشكل ده. ده تنظيف من تنظيف الرقبه سلسله التشطيبات. اتمنى ان انتوا تجربوها. شكرا، وبشوفكم في فيديو قادم.